لأول مرة تعتمد وزارة التربية الوطنية ترتيبات إضافية تضع المستوى الدراسي للمترشحين الأحرار والمؤسسة التي زاولوا دراساتهم بها تحت طائلة الرقابة والتمحيص للتأكد من صحة الشهادة، ملزمة بذلك مدراء المؤسسات بإعداد قائمة المترشحين الذين لم يزاولوا دراستهم في المستوى الدراسي المطلوب وقائمة الذين لم يزاولوا دراستهم بالمؤسسة المصرح بها. هذه الترتيبات تتعلق بالمصادقة على الشهادات المدرسية، طبعا هي راح تصادق وراح تستخرج قائمة من هذه المصادقة، قائمة أولا تؤكد فيها الشهادات المدرسية الصحيحة، وقائمة أخرى تؤكد فيها قائمة الشهادات غير الصحيحة. وبناء على هذه القوائم يتولى رؤساء مصالح الامتحانات عبر مديريات التربية بمعالجة حالات المترشحين الأحرار الذين زاولوا دراساتهم في مؤسسات تعليمية تم إلغاؤها، على أن تحول القوائم إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. على مستوى مديريات التربية أيضا راح تتابع وتصادق على هذه القوائم، وخاصة المؤسسات الملغاة أو التي غير موجودة الآن، راح تتأكد مديرية التربية من صحة الشهادات المدرسية المقدمة من مؤسسات تم إلغاؤها. استكمال مسار رقمنة عملية التسجيل للامتحانات الرسمية وإقرار مثل هذه الترتيبات للتأكد من صحة الشهادة يسمح بضمان الشفافية والقضاء على عديد الممارسات السلبية